يعني بصراحة صلاح نتحدث عن يعني أمور كثيرة باتت حديثة وجديدة من الاستهدافات الإسرائيلية على وسط قطاع غزة، حيث أن الاحتلال الإسرائيلي في هذا اليوم ركز في غاراته على وسط القطاع وعلى مناطق مختلفة في قطاع غزة ما بين دير البلح، النصيرات، البريج وأيضا المغازي ومنطقة الزهرة. هذه المناطق كلها كان هناك استهدافات عدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي عليها، ما بين الاستهداف على شارع الحكر بالتحديد على أحد منازل المواطنين، وهذا المنزل الذي يعود لعائلة اللوح مما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة عدد آخر. كان هناك أيضا استهداف لعائلة الكرد في منطقة شارع السلام بالقرب من مخبز البنا، وكان هناك شهيد وعدد من الإصابات، وكان هناك أيضا مجزرة قام الاحتلال الإسرائيلي بارتكابها بحق عدة منازل مجاورة في مخيم النصيرات مما أدى إلى استشهاد 5 مواطنين وإصابة عدد آخر، وهناك عدد آخر من المفقودين تحت أنقاض هذا المنزل. أيضا كان هناك استهدافات في مخيم البريج، حيث أن الاحتلال الإسرائيلي قام باستهداف منزل في تلك المنطقة مما أدى إلى استشهاد 3 مواطنين وإصابة عدد آخر في هذا الاستهداف. أيضا إضافة لذلك صلاح، لا ننسى ما حدث اليوم في مدينة حمد، هذه المنطقة التي استهدف الاحتلال الإسرائيلي فيها المواطنين، حيث أن في منطقة مدينة حمد انسحب الاحتلال الإسرائيلي صباح هذا اليوم، وفور عودة المواطنين إلى تلك المناطق يتفقدوا منازلهم حاجياتهم وما لحقها من ضرر، كان هناك عودة للاحتلال الإسرائيلي بشكل مفاجئ، استهدفهم بالقذائف المدفعية، استهدفهم بالرصاص من خلال طائرات الكواد كابتر، وأيضا استهدفهم من خلال طائرات الاستطلاع التي قامت بقصف عدد من المواطنين، وتم انتشال 5 شهداء من تلك المنطقة. وللعلم أيضا كان هناك أحد من ضمن الأشخاص الذين كان هناك كان طاقم قناة الغد يغطي تلك الحادثة وهذا الانسحاب الإسرائيلي، وهو أيضا من المواطنين ومن الأشخاص الذين تم إطلاق الرصاص عليهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي ونجوا بأعجوبة من هذه الاستهدافات الإسرائيلية في تلك المنطقة. هذا عن الاستهدافات الإسرائيلية، ولكن في منطقة أخرى بالتحديد في منطقة الزهرة دارت اليوم اشتباكات بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي بشكل مكثف، هذا من ناحية ميدانية وأيضا موضوع والاشتباكات، ولكن اليوم كان هناك انتظار من المواطنين للسفينة التي جاءت محملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية لمنطقة لقطاع غزة، جاءت من قبرص ورأيناها من المنطقة الغربية لمخيم النصيرات، وهي تفرغ ما فيها من حمولة في بعض المراكب، إذ أنها لم تصل إلى الشاطئ، بل هناك عدد من المراكب التي وصلت إليها وقامت بإفراغ هذه الحكومة أو عفوا إفراغ هذه الحمولة الموجودة على متنها باتجاه داخل مدينة غزة، كما أن هناك كان مجموعة من المساعدات التي وصلت إلى قطاع غزة من خلال الطائرات الجوية في مناطق مختلفة في شمال قطاع غزة. كل هذه المساعدات الشارع الفلسطيني صلاح يذكرها ويشكرها، ولكن هذه المساعدات حسب ما تقول جهات الاختصاص بأنها قليلة جدا بالنسبة لاحتياجات المواطنين في تلك في هذه المنطقة وفي قطاع غزة المنكوب، الذي حتى هذه اللحظة بات يعد أكثر من 31,000 شهيد، وهذا العدد الكبير من الشهداء 72% من هؤلاء الشهداء هم من الأطفال ومن النساء كما قالت وزارة الصحة. كل هذه الغارات وكل هذه الاستهدافات من شأنها أن تزيد من معاناة المواطنين وتزيد أيضا من أعداد النازحين الذين لا تتوفر لهم أدنى مقومات الحياة مع استمرار هذه الغارات وهذه الإبادة الإسرائيلية التي لا يتوانى الاحتلال الإسرائيلي فيها في الإغال بدماء الفلسطينيين في كافة محافظات قطاع غزة. أشكرك شكرا جزيلا لك محمد أبو رموز مراسل الغد، كنت معنا من دير البلح.